لا يزال أبناء المهرة يتذكرون الأيام الصعيبة التي عاشوها إبان الإعصار المداري لبان الذي ضرب محافظتهم الشهر الماضي. وبقدر ما يفعلون هم أيضا يستحضرون دورا بطوليا مثله طاقم الطائرة العمودية Mi-17 التابعة للقوات الجوية اليمنية، وهي تجوب سماء مدنهم وقراها لإنقاذ وإقاثة المنكوبين جراء الإعصار. فمنذ اليوم الأول رغم من سوء الأحوال الجوية وما شكلته حينها من خطر عليهم، إلا أن طاقم هذه المروحية لم يترددوا في المجازفة بأرواحهم عبر تنفيذ عشرات الطلعات الجوية في سبيل إنقاذ وإجلاء مئات العالقين ممن تقطعت بهم السبل بعد أن حاصرتهم الفيضانات ومياه السيول. مشينا حوالي 180 كيلو في منخفض قوي، وكنا نتحاشى السحب اللي كان ارتفاعها إلى 50 متر 30 متر، ودخلنا إلى أماكن صعبة جدا مع الرياح مع الظروف المعقدة مع هطول الأمطار، وأقلينا أكثر من 800. هذا اللي أذكره وما أخفيه كان أعظم. المبروكة وهي تسمية أطلقها الأهالي على هذه الطائرة كنوع من التعبير عن امتنانهم، لم تكن تقتصر عملياتها طيلة أيام الإعصار على رصد العالقين وإنقاذهم فقط. فعلى مدار الساعة كانت المبروكة وملاحيها يقومون بمهام الاستطلاع والبحث عن المفقودين وانتشال جثث الضحايا، وكذا إيصال مواد الإغاثة للمناطق البعيدة والمنكوبة كالمسيلة وقشن وسيحوت وغيرها من المناطق المتضررة التي جرفت مياه السيول شبكات الطرق المؤدية إليها. حسب إمكانيتنا الضعيفة أخذنا من الإغاثة أكثر من 40 طن وزيادة، وفي مناطق متفرعة متباعدة من المحافظة فعلا في ضواحيها مثل المسيلة، قشن، سيحوت، حوف. المناطق هذه كلها مضرة وكانت عبارة عن بحيرات فعلا، عمري أنا ما شفت يعني سيول زيها كما انقذت، لكن هذه كانت الأصعب فيهم. هي أيام عصيبة عاشها المهريون تحت سطوة لوبان وتأثيراته وما خلفه لهم، سطوة لربما خفف من وقعها تضحيات جنود مخلصين وصلوا ليلهم بنهارهم لا يترددون بتقديم أرواحهم في سبيل وطنهم ومواطنيهم متى دعت الحاجة لذلك. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مدينة الغيضة.